أخ يسأل وأرجو أن هذا السؤال أعتقده يعني ملح، هل يجوز دفع الزكاة إلى المتضررين من الجفاف في أفريقيا؟ وهل من وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها عروضا ويرسل بها إليهم؟ سمعت الشيخ. المتضررون في أفريقيا من أحق الناس بالدعم والمساعدة والمواساة لما أصابهم من الفاقة والحاجة والجفاف والجوع، فهم في أشد الحاجة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومواساتهم من الزكاة وغيرها. الزكاة تدفع للمسلمين، وأيضا الزكاة تدفع للمسلمين وغير المسلمين ممن هو معهم من فاقة والجوع. والصدقة على الكفار جائزة، صدقة التطوع والمواساة جائزة، وهكذا تأليف الكفار من الزكاة جائزة، جعل الله لهم حقا لمؤلف قلوبهم، فالزكاة في مؤلف قلوبهم من الكفار جائزة، وصدقة التطوع في عمومهم جائزة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروا وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها زارتها في المدينة وهي كافرة الهدنة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءتني في المدينة وهي كافرة وهي راغبة في أن أصلها، فقال: لن يصليها، فأمرها أن تصلها بالمال وهي كافرة لأنها غير حربية، فيعطى الكافر غير الحربي المستأمن والمعاهد يكون يعطى شيء من المال أو الواسع ويحسن إليها بأس بذلك غير الزكاة. أما الزكاة فتدفع المؤلف قلوبهم من الرؤساء والكبار الذين يرجى بإحسان إليهم قوة إيمانهم أو إسلام نظرائهم أو كف شرهم. نعم.